إنفو لايف تي في تقدم خدمة نوعية ونادرة، أخبار حية من إسرائيل في هاتفك الخلوي. إنفو لايف تي في تطلعك في الهاتف على الأحداث المهمة في الشرق الأوسط. الأخبار موجودة بأربع لغات: عربية، إنجليزية، فرنسية والإسبانية. للوصول للخدمة زوروا الموقع infolive.tv. من إنفو لايف تي في مباشرة من القدس، معكم فراس حامد لأهم العناوين. القضية السورية الإسرائيلية ما زالت تشغل الإعلام في هذه الأيام. الحديث عن سلام أم حرب مع سوريا في المستقبل القريب. رئيس الحكومة الإسرائيلي أراد المفاوضات مع بشار الأسد، لكن من الطرف الآخر كما تقول الشبكة الإسرائيلي بأن سوريا تتأهب إلى حرب، وكذلك تقوم بتنشيط قواها في مناطقها بجانب هضبة الجولان. أما بما يتعلق بميزانية الأمن الإسرائيلي، فبعد أن قررت الحكومة تقليص هذه الميزانية، هذا جلب الغضب إلى قوات والضباط في الجيش الإسرائيلي، لأنه من شأنهم أن يرمموا الجيش بالأخص بعد حرب لبنان الثانية. بما يتعلق ببرنامج التسلح النووي الإيراني، فعلى ما يبدو إيران مستمرة بهذا التسلح. والسيد علي أكبر فلياتي من الضباط الإيرانيين قال بأن إيران سوف تستمر بهذا التسلح، وبهذا الشيء من الممكن أن تزيد العقوبات الاقتصادية التي حلت عليها من قبل منظمة الأمم المتحدة. وكذلك قوات الأمن الإسرائيلية تقول بأن إيران سوف تصل إلى القنبلة في سنة 2009. أما بما يتعلق في معبر رفح، فكما يقول الأمن الإسرائيلي بأن جراء انفجار في الجدار قد قام الفلسطينيين من الهرب من قطاع غزة من رفح إلى مصر، وهذا استمر لمدة أيام عديدة. بما يتعلق في الانتخابات الداخلية في حزب الليكود، فهذه المرة حزب الليكود قرر الانتخابات في 14 من أغسطس هذا الشهر، وعلى ما يبدو المتنافسين هما بيبي نتنياهو وكذلك العضو الليكود الآخر موشي فيجلين، وكما تقول الإحصائيات بأن بيبي سوف يتلقى 85%. أما في الاقتصاد الإسرائيلي، فبالرغم من الظروف الصعبة القائمة، إلا أن الاقتصاد الإسرائيلي ما زال يزداد ووصلت النسبة إلى 40%، بالرغم من الظروف الصعبة القائمة، وهذا يعتبر نمو وتطور جديد للاقتصاد. أضرار الحرب الأخيرة، حرب لبنان الثانية، الأضرار النفسية والأضرار الإنسانية. لقاء الأسبوع من إنفو لايف تي في حول السياسة الفلسطينية وما يجري في المناطق الفلسطينية. إنفو لايف تي في، المحطة التلفزيونية الأولى في الإنترنت، والتي تبث بأربع لغات، والتي تبث على مدار الساعة من قلب التاريخ ومن قلب الحدث، من منطقة الشرق الأوسط ومن إسرائيل. إنفو لايف تي في هي المحطة التلفزيونية الأولى. إنفو لايف تي في تتواجد في كل مكان وتبث على مدار الساعة وعلى مدار الأسبوع، تنقل لكم الأحداث بكاملها. إنفو لايف تي في.